So the first time I visited, when I see this amount of different books, and I was very excited. So when I heard about the bombing, I was really devastated. I was really angry, and I decided to go back to visit Al-Mutannabbi again. The beautiful things was really moving. I've seen the books on the top of the rubble, on the top of the stones. It's like the book still resists, still saying that I'm still there, I'm very strong. And that really moved me. And I wrote an article at that time about, so it's about the person who really affected by this disaster. It's Mr. Mohammed Khashali, who's the owner of the famous Shabendah Café there. He lost five of his children, one of his grandchild, and followed by his wife, because she couldn't stand this tragedy. So she died after that. So he lost all these, and I've seen him sitting on the street in front of the his cafe being destroyed. He said, "This is my seventh child." Talking about the cafe. So I'm going to read the article I wrote. It's mainly about this hero, this really amazing gentleman who, when I talked to him, he didn't say anything out of his anger. بعد فراق لأكثر من 25 عام اقترح أخي أن أزور شارع المتنبي فلم أزره قبل الرحيل تنقلت بين الكتب مثل طفل محروم من العيد وأطلقوه في مدينة ألعاب فرحت أن شعبنا ما زال مولع بالقراءة والعلم وليس كما يقولون عنه يحكي أكثر ما يسمع ويكتب أكثر ما يقرأ كان مقهى الشابندر مزدحما لدرجة وقوف الزبائن في خارج المقهى هناك التقيت بأصدقاء لم أرهم زمنا حين سمعت بجريمة تفجير المتنبي أو شارع المتنبي صرخت غضبا لماذا تردد صدى صرختي بصخرة حقد القومشية الذين سموا قتلنا مقاومة والمتأسلمين الذين دعوه جهادا ضد الناس المتعبين ضد العلم وضد الكلمة لكنها كانت محاولة فاشلة لاقتلاع الحب والأمل لاقتلاع ذلك الذراع الشارع الذي يحتضن الجميع ويوحدهم على غاية حب الإبداع والبحث عن الحقيقة شارع المتنبي الذي وجد فيه العراقي ضالته وسط فوضى الخراب والتخريب ليبعد أشباح الحقد التي صارت تتجول بكل ركن من زوايا الحياة ومتنفسا يعيد له توازنه بعيدا عن همومه اليومية من كهرباء وماء وغاز وسوق ومدارس وغيرها من إرهابيين وبقايا النظام السابق وقوات الاحتلال المستنفعين من غدر القومشيين والمتأسلمين هناك صدمت بحجم الخراب وبطء عملية التعمير. في ذلك الوقت أنا I wrote this article in 2008, so it was the beginning of reconstruction of the whole street. وقفت لأصور بعض الكتب التي زاحمت أكوام التراب والطابوق وصور المأساة التي ما زالت ماثلة أمامهم. كان هناك يجلس بهيبة المحارب الذي يتأمل فريق جنوده الشهداء يتطلع لنا بصمت دون أن يسأل من أنتم ويفتح قلب الذكريات وعينه لا تفارق مقهى الشابندر الذي لم يبقى منه غير أطلال تنتظر إعادة شمل رواده بفارغ الصبر فوجئت أنه السيد محمد الخشالي صاحب ذلك المقهى وسموه بعض الشعراء أبا الشهداء وقفت ذاهلة ومرتبكة أمام تلك النظرات التي لم يقتل الحزن بريقها ولم تطفئ الفاجئة نور الأمل والحب فيها
بغداد كالنخلة المثمرة الكل يرجمها هكذا يحلل الخشالي سبب تكالب الطامعين وضباع الجشع والحاقدين على العراق. لم يردد مقولة الشامتين من ضعاف النفوس نستاهل لأننا كذا وكذا. فالخشالي حتى بهذه المصيبة يفاخر ببغداد ويجعلها نخلة شامخة معطاء وأعدائها مجرد أغبياء لا هم لهم سوى التخريب. وتذكرت قصيدة أهداها له خلدون جاويد نشرت في الحوار المتمدن. أنت العراق الأبي ببرده نسر تضيق بجناحه سماء يبقى العراقيون أصلد صخرة كسرت عليها الريح والأنواء. انطلق بصوت هادئ جليل يحكي عن أبنائه الأربعة وحفيده الذين استشهدوا كلهم في تلك الفاجعة وتبعتهم رفيقة دربه التي لم تصمد أمام الكارثة. يجلس قبالة الجريح الآخر المقهى الذي حافظ عليه وصانه بل جعله متحف لتراث بغداد من خلال الصور التي تحكي عن تاريخ بغداد في ذلك الوقت. قال المثقف هو من يستشهد أمام كتبه وليس من يسرق جهد غيره. هؤلاء المساكين الذين لم يكن لديهم ما يبيعوه غير الكتب التي قرأوها وأحبوها وأرادوا أن يشركوا الآخر بها مقابل مبلغ زهيد يقيهم الجوع. هؤلاء هم الشهداء. I just want to say during the most horrible crime committed against the people was the sanction. The sanctions forced people to sell their furniture, even the doors, and then the books. That's the only way they could survive. They were selling their books for some amount of money to provide their children.